أحسن الله إليكم. سؤالها الآخر تقول: هل إذا توفي الزوج وهو غير راض عن زوجته تدخل الزوجة في النار ولو كان هذا الزوج لا يهتم بها، أي أنه هو السبب في عصيان الزوجة له؟ أفتوني مأجوري. لا شك أن من مات زوجها وهو ساخط عليها أنها تكون مسؤولة عن ذلك، عن حق زوجها أمام الله سبحانه وتعالى، لأنها ظلمته بذلك. وحقوق المخلوقين لا تسقط إلا بعفوهم عنها أو بالاقتصاص من أصحابها، فعليها أن تستغفر لزوجها وأن تتصدق عنه وأن تكثر له من الاستغفار، لعل الله أن يخفف عنها ما ظلمته من حقها.